ينضم إلينا من الدوحة الأستاذ وائل فطوش المحلل الرياضي. أولا أرحب بك سيد وائل على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، كيف ترى صراع الصدارة بين الثلاثي الكبير في هذا الموسم بالبريمير ليج؟ بكم تحياتي وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. نعم، صراع كبير جدا، صراع ثلاثي مشتعل هذا الموسم في البريمير ليج، الدوري الاكثر اثاره وتنافس في العالم طبعا مقارنه ببقيه الدوريات، مع قرب حسم الامور في المانيا لصالح ليفركوزن، وايضا في ايطاليا لصالح الانتر، وحتى اسبانيا الريال تقريبا في طريق مفتوح. لكن الدوري الانجليزي ممتاز، سيظل يعني اللقب مساره مجهول الى الجوله الاخيره، ويؤكد ان مره اخرى البريمير ليج يستحق الدوري الافضل في العالم من ناحيه التنافس، من ناحيه المستوى، من ناحيه الاثاره، من كل الجوانب. صراحه مستوى فني عالي جدا، والفرق التي تحاول الفوز باللقب مثل السيتي، ليفربول، واذا الارسنال مستواها متقارب ومتقارب جدا، ما يجعل الدوري في تحسن سنه بعد اخرى. نعم، طب اليوم مانشستر سيتي يخرج لمواجهة كريستال بالاس خارج الديار، هل يستطيع كريستال بالاس إيقافه؟ المباراة صعبة جدا ومعقدة، ولكن يظل مانشستر سيتي مرشح للفوز في هذه المباراة بقطع النظر على مستوى كريستال بالاس. ولكن ما يزعج كما يعلم الجميع في مانشستر سيتي في آخر المباريات، هناك خلل في المنظومة الدفاعية للنادي، ولكن يظل الفريق الأفضل حاليا ومرشح طبعا للفوز. المباراة ستكون بتلك الصعوبة. نعم، يعني أرسنال أيضا هو الآخر يقوم بدور لا ينوي الاستسلام فيه مبكرا مثل العام الماضي، كيف يواجه برايتون العنيد؟ مباراة صعبة جدا، فريق ديزيربي ليس بالسهل الفوز على برايتون. أرسنال سيكون في اختبار قوي جدا بين الاختبارات المنتظرة. نعم، الفريق أصبح أكثر ربما حسما ونضجا مقارنة بالموسم الماضي، ولكن يظل لقاء برايتون حقيقة صعب التكهن. الجانرز لم يخسر سوى مرة وحيدة في آخر 12 مباراة بكل المسابقات، هل تتوقع الاستمرار أم ربما هناك رأي آخر؟ نعم، يمر الأرسنال بفترة إيجابية جدا ربما لم نعدها في السنوات الأخيرة بقيادة أرتيتا، خاصة في الجولات الأخيرة. المنطق يقول أن الأرسنال سيواصل بشكل جيد جدا لنهاية الموسم، قد ينهزم ولكن سيواصل منافس جدي على اللقب في البريمير ليج، وربما أيضا سيكون خصما مزعجا لبايرن في دوري الأبطال. نعم، سيد وائل أريد أن أسألك عن ليفربول الذي واصل تمسكه باللقب حتى الرمق الأخير، إلى أي مدى قد تصل حظوظ ليفربول؟ ليفربول هذا الموسم مع يورجن كلوب عاد ليفربول الذي نعرفه عكس الموسم الماضي، ويمتلك خبرة في المنافسة على اللقب أكثر من أرسنال. جميعنا يعرف أن يورجن كلوب هو كان المنافس الأكثر جدية لجوارديولا في السنوات الأخيرة في البريمير ليج، يمتلك لاعبين كبار طبعا أهم محمد صلاح. أعتقد أن ليفربول سيكون منافس على اللقب لآخر دقيقة، جزئيات بسيطة ستحسم الأمور في نهاية المطاف للفريق الذي سيحسن التعامل مع الجولة الأخيرة. نعم، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ وائل فطوش المحلل الرياضي، كنت معنا من الدوحة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وتوقعات.